ازيكم؟ كيف انكم يا متابعينا على قناة تهدية الأكل الخبيث؟ مرحب بكم في قناتي، أنا اسمي رجاء. دي لو أول مرة بتشوفوني على قناتي، ياريت تشتركوا وتفعل الجرس علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي. ممكن أيضا تتابعوني على صفحاتي الاجتماعية من خلال التيك توك والإنستغرام. النهاردة هعمل لكم وصفة سهلة جدا جدا، وبصراحة الوصفة دي وصفة والدي الله يرحمه كان بيعملها لنا من سنين عديدة، وكان بيسميها سلطة كنداكة سمسمية حارة. أرحكاكم نبتدي الوصفة، والمقادير بصراحة سهلة جدا. هنا عندي 100 جرام من الجبنة البيضة، ممكن تزودوا الكمية. عندي قرنين من الشطة الخضراء الحارة وممكن تزودوا الكمية. وهستعمل عصير نص ليمونة صفراء، ممكن تستعمل ليمون الأخضر. وكمان عندي طماطماية صغيرة الحجم، وكمان بصلاية بيضة صغيرة الحجم برضه. علشان دي سلطة كنداكة سمسمية حارة، أنا هستعمل ملعقة كبيرة من زيت السمسم السوداني. هستعمل برضه ملعقة صغيرة من الشطة الحمراء الحارة. وأخيرا النكهة المميزة لسلطة كنداكة سمسمية حارة هي ملعقة كبيرة من السمسم، وأنا هنا هحمصه. هحمص السمسم دي على نار هادية متوسطة لحد ما يوصل اللون بتاعه لون الذهبي الأحمر، يعني تحاولوا بأي طريقة ما تحرقوه عشان ما يغير الطعم بتاعه. وأنا زي ما قلت لكم بفضل إن أنا أحمصه في نفس الوقت، بيطلع طعمه مميز وأحلى كتير من الجاهز المحمص. أول ما السمسم يوصل لون دي تطفو النار من عليه وتوقف التحمير عشان ما يتحرق. بعد كده كل اللي هعمله بعد ما حمصت السمسم، أنا همسك الجبنة دي وحقطعها لمكعبات صغيرة علشان يكون شكلها لذيذ وظريف. هستمر برضو بنفس الطريقة مع البصلة، همسك وحقسمها بالنص وحقطعها برضو شرائح صغيرة، ودي نفس الطريقة اللي كان بيعملها أبوي عشان ما تبان بين الجبنة البيضة. لما قطعت البصلة بشرائح صغيرة، همسك الطماطماية الصغيرة وبرضو حقطعها لشرائح صغيرة تكون نفس الحجم زي البصلة البيضة. وبعد كده أنا حقطع برضو الشطة الخضراء، ولاحظوا إن أنا هنا زودت قرن شطة خضراء زيادة عشان إحنا بنحبها حارة زيادة، لكن زي ما قلت لكم أنتوا ممكن تقللوا، لكن هي حلاوتها إن هي تكون حارة. وأخيرا بعد ما قطعت كل المكونات بالحجم الصغير دي، أنا هحصر عليه نص الليمونة، وبعد ما عصرت الليمونة أنا رشيت أو كبيت عليه ملعقة كبيرة من زيت السمسم. وطبعا ممكن تقللوا لو ما حابين طعم زيت السمسم، بس هو مميز. بعد كده رشيت عليه الملعقة الصغيرة بتاعت الشطة الحمراء. هنا كل اللي هعمله هقلب كل المكونات مع بعض عشان ياخدوا من نفس الطعم. وبعد ما قلبت السلطة دي كويس، أنا رشيت عليه السمسم المحمص من فوق. لازم السمسم يترشى من فوق عشان هو بديه النكهة المميزة. وآدي دي نهائيا دي سلطة كنداكة سمسمية حارة، هي رائعة جدا، ياريت تجربوها. سلطة دي والدي الله يرحمه كان بيعملها من المقبلات الشهية قبل العشاء، وكان بحب يأكلها ويفتح الراديو ويسمع أغاني مميزة لسيد خليفة وأم كلثوم. يحليل الأيام الحلوة. بالرغم الجبنة البيضة اللي عندنا هنا ما نفس طعم جبنة الدويم اللي كنا بنجيبها بالصفائح، لكن بقدر الإمكان بنحاول نعيد الذكريات بالأكلات المفضلة اللي كنا بنحبها. شكرا كثير جدا لمشاهدة هذا الفيديو. لوصفات أخرى سودانية مصرية أو عالمية، الرجاء أن تشتركوا على قناتي هدية الأكل الخبيث. ممكن برضو تتابعوني من صفحات الاجتماعية من خلال التيك توك والإنستغرام، حتى ألقاكم في وصفة جديدة. يلا مع السلامة.